علمونا في مدرستنا ازاي نحبها، نخاف عليها طول حياتنا ونحمي ارضها. فهمنا يعني ايه بلادي، تحية العالم ننادي لك يا حبي وفؤادي، بنحبك يا مصر احنا اللي هنحافظ عليها، نبني مستقبلنا فيها. بتوعي نفسك، بتوعي زميلك، وبتوعي المواطن، ما بتمشي على ثلاث محاور.
حمل التوعيه المقصود بها دي الانتشار لتحقيق اكبر قدر ايه بالتوعيه من العلم بالشيء. احنا ليه مثلا في الدول الغرب كلها ما بلاقيش المخالفات الصريحه زي هنا وبيحترموا القانون؟ عشان الثقافه بتاعتهم عاليه وعلشان العلم بتاعهم اعلى، تمام؟ فبيعرف اكتر مننا، فتلاقيه لا زي مثلا انت حاطط قدامك كوبايه شاي انت عارف السخنه مش هتمضي لك عليه، العلم بالشيء مطلوب. فاللي احنا الورقه اللي في ايدك دي او الورقه الطيب اللي في ايدك ده اللي هتنشره، ما نشرتهوش بالورق هتنشره بلسانك. حمل التوعيه الشامله وهنرتكز في المناطق اللي يعني هنركز مع المواطنين اللي معاهم عربيات خاصه الانسات برضو مع يعني الفكره اللي جابت سيدي عمر ده في مصلى سيدات وفي رجال المسجد مثلا كذا، في يعني برضو بتبقى التوعيه على شقين، ان يعني في سيدات بتسوق، في مواطن ما عرفش اجراءات الترخيص بيجي يسال يروح انا اسف يعرف سمسار مثلا ياخد يلحق عليه مثلا يعني رخصه كانت ثمنها 200 مدرسه الدوره التطبيقيه 70 جنيه او 250 جنيه يجي يقولها 1000 جنيه ما يعرفش. فانت دورك كله ده مكتوب عندك ايه في حمله التوعيه دي اللي هو المقصود بها ايه؟ انك بتوعي الاجراءات، ده مطلوب منك 3 صور شرط تطبيق كذا بتروح كذا، كل ده انت هتنشره وبالاخص في الجامعه. ان احنا كل اللي بنعول عليه الشباب اللي هو لازم يبقى عارف، اللي هو لازم يبقى واعي، ما حدش حاك عليه، ما حدش يصب عليه، يبقى عارف القانون عشان ما يخالفش. ما انت لما بتخالف بتدفع اهلك وراك، لما بتخالف والدك بيجري وراك هو اللي بيدفع لك الغرامه. ده في غرامات في المر حبس المواطن ما يعرفش، غرامه يعني في دوران خاطئ المواطن عرف انه بيلف، لا اسمه دوران 1000 جنيه. فالكلام ده كله لازم تبقى عارفينه من خلال ايه؟ الجدول، عندك جدول مكتوب فيه المخالفه بالغرامه بالعقوبه المقرره. فمن خلال حمل التوعيه دي هنمنع الشد والجذب ما بين المواطن والصحه، لان كل واحد عارف ايه؟ حق اللي ليه. سياده العميد جمال وهبه، بنرحب بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا، صباح الخير، كل سنه وانتم طيبين. حضرتك طيب، ان شاء الله بكره هيكون في حمله توعويه للمرور، كم حضرتك اتكلمنا عنها اكتر؟ والله حضرتك الفكره عندنا ان احنا بنحاول نوصل المعلومه والارشاد للمواطن بحيث ان ما يبقاش دور رجل المرور ان هو يبقى عقاب للمواطن المخالف فقط، لا احنا بنحاول نوصل له ان المعلومه والارشاد والنصح والفهم بحيث انه يعرف المخالفه بتاعته ايه وضررها ايه والاخطار الناجمه عنها ايه، عشان بعد كده لو اقول له رخصك فين يبقى عارف هو انه خالف وعمل وعمل. في ان شاء الله حملات جايه تانية بعد العيد ان شاء الله؟ ان شاء الله هو بكره الصبح ان شاء الله او بعد صلاه العيد بيبقى معنا مجموعه رمزيه من طلبه الجامعه. يعني انا بشكر بالمناسبه الاستاذ عباس منصور رئيس الجامعه ان هو تفهم الموقف معنا وشارك معنا بالشباب اللي بيساعد، وبشكر الشباب اللي هيساعدونا. المجموعه الرمزيه دي بتقول لاهلنا كل سنه وانتم طيبين عن طريق توزيع يعني حاجه كده بسيطه، شوكولاته مثلا او ورده، تقول له كل سنه وانتم طيب، وبنوزع عليه حاجه نموذج للتوعيه احنا عاملينه، مجموعه ارشادات. المجموعه دي احنا عاملينها شخصيه كرتونيه ابتكرناها لنا، بنعرف نفسنا عن طريق بنقول للمواطن ان احنا نحن منكم وانتم منا، معا من اجل مصر. احنا بنقول له ان احنا مش غرب عنك، لا احنا مجموعه من الشباب ومن الضباط ومن الافراد من الشعب بنخدمكم في خدمتكم وعايزين مساعدتكم في خدمه الوطن.
شكرا جدا يا فندم، وكل سنه وحضرتك طيب. كل سنه وحضرتك طيبه، واتمنى ان يدوم اللقاءات ما بيننا في الشارع، ونعرف السلبيات والايجابيات اللي ممكن نعملها، وتحت امركم في